مساء الخير يا شباب، ايه الاخبار؟ النهارده هنشرح لاب 3، بيكلمك عن حاجتين او تو فارنابيلتيز، الاوثنتيكيشن فارنابيلتيز والبروكن اكسس كنترول فارنابيلتي. تمام، بالنسبه لاول نوع اللي هو البروكن اكسس او البروكن اوثنتيكيشن، ده كان بيوريك يعني الترتيب بتاعه في 2013 في الاوساب توب 10، كان المركز الثاني، برضه في 2017 كان الثاني، في 2021 نزل بقى رقم 7. طيب خلينا نعرف يعني ايه اوثنتيكيشن. اوثنتيكيشن انت عارف دي الطريقه اللي انت بتثبت بيها الايدنتيتي بتاعتك، زي مثلا لما بتروح تعمل لوجن في اي ويب ابلكيشن بتقول اليوزر نيم بتاعي الفلاني والباسورد بتاعي كذا، فده الطريقه اللي بتثبت بيها الايدنتيتي بتاعتك. طيب الطريقه اللي بتثبت بيها الايدنتيتي بتاعتك بتنقسم لثلاث حاجات، ايه هما؟ something you know، تاني حاجه something you have، تالت حاجه something you are. طيب يعني ايه الكلام ده؟ something you know يعني حاجة أنت بتعرفها، زي إيه؟ زي الباسورد. تمام، تروح تعمل لوجن بالباسورد بتاعك، أو مثلا حاطط كويستشن، وكان بس الكلام ده بطل، يعني إن أنت حاطط كويستشن يعني الوحيد اللي عارف إجابته أنت، فلما بتيجي تلوجن بتدخل الأنسر دي. طيب تاني حاجة something you have يعني إيه؟ يعني حاجة معاك زي الموبايل أو الإيميل أو حاجة أنت بتملكها وببعت لك عليها، زي حته المالتي فاكتور اوثنتيكيشن اللي بتبقى في الويب ابلكيشنز، ما بيكتفيش باليوزر نيم والباسوردز، لا بيبعت لك برضو زي بيج كده فيها مثلا مكان تكتب كود، الكود ده بيتبعت لك على الميل. فده ده something you have. طيب something you are يعني حاجه في جسمك انت، حاجه زي بصمه الصوت، بصمه الاصبع، بصمه العين، الحاجات دي في جسمك انت. تمام، طيب جميل، نمسك اول حاجه، ايه هي الاوثنتيكيشن فارنابيلتيز؟ من الاخر الاوثنتيكيشن فارنابيلتيز ان انت تعدي من حته الاوثنتيكيشن، يعني حته تثبت الايدنتيتي بتاعك. طيب اسبابها ايه؟ اول حاجه الويك باسورد ريكويرمنتس، مستخدم باسورد ضعيف. طيب تاني حاجه الامبروبر ريستريكشن اوف الاوثنتيكيشن اتمتس، بمعنى لو انت عامل ويب ابلكيشن وسامح مثلا ان اليوزر يقعد يجرب ومش حاطط له مثلا عدد محاولات معينه، الراجل ده لو عامل بروت فورس اتاك هيعرف يلوجن على الويب بيج دي، صح؟ فدي ده سبب من اسباب. طيب فيربس ايرور مسج يعني ايه؟ انت دلوقتي جاي تلوجن على البيج، بتجي لك ايه؟ لو انت كتبت يوزر نيم او باسورد بيجي لك انفاليد يوزر نيم او اور باسورد، صح؟ طيب لو انت مثلا المسج دي قلت له انفاليد يوزر نيم، فهو استنتج ان الباسورد صح، هيقعد يجرب كذا يوزر نيم، صح؟ فانت ما تدوش الهنت ده، ما تدوش الهنت ان هو اذا كان اليوزر نيم اللي غلط ولا الباسورد اللي غلط، المفروض المسج بتاعتي تبقى مبهمه كده، اقول له مثلا انفاليد يوزر نيم اور باسورد. طيب حاجه كمان الفارنبل ترانسميشن اوف كريدنشال، زي ما خدنا السيشن اللي فاتت، لو انا بستعمل بروتوكول ما مش بيعمل انكريبشن للداتا اللي مبعوته زي الاتش تي تي بي كده، اي حد في النص هيعمل انترسبت للباكتس اللي مبعوته اللي انا ولنفترض ان انا بعمل بيها لوجن، هو شاف الكريدنشالز بتاعتك، فالمفروض استعمل بروتوكولز بتستعمل انكريبشن في الترانسميشن بتاع الداتا. طيب حاجه كمان الانسكيور فورجيت باسورد فانكشناليتي، انت عندك في اي ويب ابلكيشن يقول لك فورجيت باسورد، طيب لو الفورجيت باسورد دي مش متظبطه مثلا ان هي تبعت لك على الميل بتاعك انت الشخصي، او مثلا حاطه سؤال معين سؤال اجابته مشهوره، ف ساعتها انت انت مش مهندل حته الفورجوت باسورد، فالراجل بيعمل ساعات لوجن من الحته دي. طيب ديفكتس ان مالتي ستيج لوجن، زي حته المالتي فاكتور اوثنتيكيشن، لو انت مش مظبطها صح على الابلكيشن بتاعك او الويب ابلكيشن بتاعك، ساعتها الراجل ده بيباس الحاجات دي بيباي باس. تمام، بعد كده الانسكيور ستورج اوف كريدنشلز، انت الداتا بتاعتك مش متخزنه انكريبتد او متهيشه، لا الداتا بتاعتك متخزنه عادي كده كلير تكست، فلو واحد مثلا شاف الداتا دي او في اي ظرف وصل للداتا بيز وعرف يبص على الداتا دي خلاص هو عارف الداتا بتاعته. طيب هنا بيكلمك على حته بيمسكهم بقى يعيد الكلام تاني، حته الويك باسورد ريكويرمنتس اسبابها ايه؟ ان انت ما تحطش باسورد اصلا، يعني تسيبها بلانك كده فاضيه، او تستخدم كلمات مشهوره موجوده على النت، يعني مثلا استخدم احمد 123، ده باسورد ضعيف وبيبقى فيه وورد ليست كده مشهور على النت بيبقى فيها مثلا ملايين الباسوردات، فبيبقى فيها حاجه زي كده. طيب باسورد از ذا سيم از اليوزر نيم، تقعد مثلا تستخدم احمد احمد رامي رامي، لا المفروض الكلام ده ما يحصلش، استخدم الديفولت باسوردز، ساعات في الويب ابلكيشنز بيبقى فيه ديفولت باسوردز، مثلا بيبقى ادمن ادمن او ادمن
روت او ادمن وباسورد 1 2 3 وهكذا، وان انت ما تستخدمش المالتي فاكتور اوثنتيكيشن. جميل. طيب ايه كمان؟ برضو بيكلمك على الامبروبر ريستريكشن اوف الاوثنتيكيشن اتمبتس، يعني انت سايب الراجل يقعد يجرب بقى، عمال يجرب يجرب يجرب، اذا كان على حته اللوجن بيج او اذا كان في حته اللي هو الكود اللي مبعوث ده، الكود اللي بيتبعت لك في حته المالتي فاكتور اوثنتيكيشن، انت سايبه عمال يجرب، فهو في لحظه ما هيوصل للبيج اللي عايز. طيب فيربوس ايرور مسج، بص يعني في اول واحده دي المفروض المسج دي ما كانتش تعت لي، ليه؟ بيقول لي ساين ان فيلد، ليه؟ بيقول لي انكوركت يوزر نيم، فانا بقيت عارف ان اليوزر نيم هو اللي غلط، عادي هقعد اجرب لحد ما الباسورد، لحد ما اليوزر نيم يظبط معايا. طيب تاني واحده بيقول لي انكوركت باسورد، طيب ما انا بقيت عارف ان الباسورد هو اللي غلط، يبقى هقعد اعمل بروت فورس على الباسورد لحد ما تظبط معايا، صح؟ يبقى المفروض المسج دي ما كانتش طلعت لي. طيب بعد كده بيقول لك vulnerable transmission of credentials، قلت لك الداتا مبعوثه، لو مبعوثه اتش تي تي بي الداتا بتاعتك خلاص في شكل كلير تكست، لو اي حد عمل لها انترسبت هيشوفها. طب لو مبعوثه اتش تي تي بي اس يعني معمول لها انكريبشن، ساعتها بيبقى صعب على الاتاكر ان هو يفك الانكريبشن ده. طيب انسكيور فور جيت باسورد فانكشناليتي، اهو زي ما قلت لك مثلا بيبقى حاطط كويستشن اهو، ويشوف الكويستشن ده اجابته ايه ويقول لك كونتينيو. طب المفروض يعني حاجه زي كده تبقى موجود عندي في الويب ابلكيشن، او المفروض حاجه زي كده؟ لا المفروض، لا المفروض مثلا اروح ابعت لك على الميل اقول لك انت الشخص ده فعلا انت اللي فورجيت الباسورد، وانا اقول ااكد على حاجه زي كده، فالمفروض حاجه زي كده ما تبقاش موجوده عندي في الويب ابلكيشن. طيب جميل. ايه كمان هنا؟ حته الديفكتس ان مالتي ستيج لوجن ميكانيزم، يعني ايه؟ يعني لو جيت مثلا بصيت على اللي هو اللي على الشمال او الريكوست اللي على الشمال ده، هو بعت يوزر نيم وباسورد عادي خالص، طيب في الريكوست اللي على اليمين ده هو لا، هو بيعدل في الكوكي وبيقول له الاكونت ايكوال كارلوس، يعني ايه؟ يعني انا عايز الوجن او اعمل السيشن بتاعتي بالاكونت اللي اسمه كارلوس، ومفروض حاجه زي كده ما تعديش من الويب ابلكيشن بتاعي. نكمل. طيب انسكيور ستورج اوف كريدنشلز، لو الداتا بتاعتك متسيفه شكل كلير تكست او مثلا شكل انكريبشن ضعيف او هاشنج ضعيف، المفروض الحاجه دي ما تحصلش. هتقول لي ثانيه ازاي الهاشنج ضعيف؟ مش احنا عارفين ان الهاشنج ده وان واي، يعني صعب على الاتاكر ان هو يعمل له ريفرس؟ هقول لك تمام، ما انت لو مستخدم باسورد ضعيف، قلت لك ان في داتا بيزز كتيره موجوده على النت مهيشه الباسورد ده بكذا الجوريزم. طب خلينا نشوف حاجه زي كده عملي. لو مثلا انا عايز اهاش هنا، خلينا نهاش ار هنا مثلا بس وورد 1، عايزين نهايش الكلام ده، خلاص هقول له هاش، ادي الهاش بتاعه. طيب جميل، ادي الهاش اللي طلع لي ده هاش 256، المفروض ده هاشنج قوي صح؟ طب تعالى كده نعمل له ديكريبشن، نشوف موقع تاني كده بيعمل له ديكريبشن زي كراك ستيشن. بص كده، وجيت عملت هعمل كراك للهاش ده، الباسورد طلع لي. طيب ليه طلع لي؟ لان الباسورد اللي انا مستعمله باسورد ضعيف، يعني لما الداتابيز دي او الداتابيز اللي موجوده في الموقع ده هيشت باسوردات كتير، منها الباسورد الضعيف اللي انا مستخدمه ده، فكان المفروض استخدم باسورد قوي. طب تعالى خلينا نجرب كده، مثلا لو انا مثلا بعمل كده مثلا، ورحت قلت له هيش لي الكلام ده، ورحت ماسك الهاش ده، تعالى نمسك الهاش ده كده نعمل له كراك. نوت فاوند. ليه نوت فاوند؟ لان الهاش بتاعي قلت لك عمليه irreversible، فما قدرش يعمل حاجه، ما يعني هو ما كانش مهيش حاجه زي كده. ليه؟ لان الباسورد مثلا ده باسورد، ده باسورد قوي عشوائي وفي حروف كتير. جميل جميل، نرجع لموضوعنا. خلاص عرفنا ان احنا نستخدم الداتا المفروض لما تتخزن بتاعتي تتخزن في شكل انكريبتد او متهيش، والحاجه اللي مستخدمه تبقى هاشنج قوي، والباسوردز بتاعتي تبقى باسورد قويه، مش ان انا باسورد كده وخلاص والسلام، لا باسورد يكون قوي. تمام تمام. طيب ايه الامباكت بتاع الاوثنتيكيشن فورنابيليتي؟ اول حاجه بيأثر على السي اي اي بتاعتي. ازاي السي اي اي؟ ما انت لو دخلت مثلا بيوزر انت المفروض ما تخشش بيه هتفيو الداتا، يبقى انت كده عملت ايه؟ تعارض مع الكونفيدشواليتي. طيب لو عملت ابديتنج يبقى انت بتتعارض مع الانتجريتي. لو عملت ديليت لداتا جوه بتاعت يوزر المفروض انت ما كنتش ليك اكسس عليها، يبقى انت كده عملت اتاك على الافيلابيلتي.
طبعا الفرنابيليتي دي بيستخدموها عشان يعملوا ريموت كود اكسكيوشن، بس هناخد الكلام ده بعدين يعني. طيب ازاي امنع اللي هي الاوثنتيكيشن فرنابيليتي؟ استعمل مالتي فاكتور اوثنتيكيشن واخلي بالي منها وانا بستخدمها. اتشينج الديفولت كريدنشلز، يعني ما بخليش ادمن ادمن الحاجات اللي هي بتبقى جاي الويب ابلكيشن بتبقى باي ديفولت، لا اغيرها الكلام ده. استخدم انكريبشن شانل زي قلت لك، زي مين؟ زي الاتش تي تي بي اس. طيب اونلي البوست ريكويست كانت ترانسميتد داتا لو انا بعمل لوجن، يعني ساعات بيستعملوا جيت ريكويست علشان يعملوا ايه، باي باس لحته اللوجن دي، مش هنتطرق لها قوي. حاجه كمان ان انت تستور الحاجه بتاعتك متهيشه، وتستعمل حاجه اسمها سالتد سالتنج. يعني ايه سالتنج؟ سالتنج يعني انت مثلا عشان مثلا لو انت مثلا مستخدم كلمه احمد 1 2 3 4 5، هو بيضيف على احمد 1 2 3 4 5 دي شويه حروف من عنده ويعمل لها هاشنج. ليه بيعمل الحركه دي؟ عشان برضو يزود سيكيورتي. تمام. بعد كده يوز ايدنتيكال جينيريك ايرور مسج. يعني ايه؟ قلت لك ما ينفعش اطلع اقول لك انفاليد يوزر نيم، لا، المسج اللي تطلع بتاعتي تطلع مبهمه كده، ما يعرفش مين اللي غلط. طيب ايه كمان؟ استخدم بوليسي على الباسورد، يعني اشوف احط مينيمم ريكويرمنتس كده، اقول لك مثلا تستخدم حرف واحد كابيتال على الاقل، ومش عارف حرف واحد سمول، ولازم تستعمل كاركتر معين، ولازم الباسورد بتاعك يبقى فيه ارقام وعلامات وهكذا. احاول اظبط حته البروت فورس بروتكشن. ازاي يعني؟ يعني المفروض انا اخلي اليوزر اللي بيسجل ليه مثلا 6 7 محاولات، لو فشل فيهم خلاص انا مش هخليك تعمل، مش ما تخشش عندي. طيب وتظبط حته، لازم تعمل فيريفيكيشن طبعا وفاليديشن عشان مش اي حد يخش عندك. هنا بيوريك ازاي الانستليشن بتاع الدبليو اي بي، مش هنشتغل عليه يعني، اللي حابب يعني يبقى يسطبه الفيديو موجود. هنمسك اول لاب بقى. اول لاب اللي بيكلمك على اليوزر نيم انيوميريشن فيا الديفرنت ريسبونسز. طيب هنأكسس اللاب مع بعض. انا مش هاكسسه على الويندوز، هاكسسه على اللينكس عندي، لاني مش مسطب البيرب سويت عندي. فانت عادي هتاكسس اللاب وتشتغل بالبيرب سويت عادي بتاعك خالص. تمام. فخليني نمسك اول لاب اهو، ده اول لاب كده، خلينا نعمل له اكسس. هو بيفتح. تمام، هو فتح معانا. طيب لو انا خدت بالي، انا في حتة الاوثنتيكيشن بدور على مكان اعمل فيه لوجن، صح. يبقى مثلا ممكن اروح على ماي اكونت كده واستعمل اليوزر نيم والباسورد اللي هو مديهم لي، ولا هو مش مديني باسورد؟ لا، هو مش مديني باسورد، صح؟ يبقى هو عايزني اسجل على الويب ابلكيشن ده بطريقه ان انا اعمل بريت فورس. طيب جميل، تعال نفتح كده مع بعض البيربي سويت. انت هتفتح بيربي سويت عادي بتاعك عادي خالص. تمام، هو بيفتح. ادوس نيكست، ستارت البرق، ما تعدلش اي حاجه. نظبط دي كده شويه. نظبط دي كمان. طيب خليني قبل بقى ما اشتغل على البيرب، انا المفروض يوزر نيم وباسورد، يعني مثلا هقعد اجرب عايز اشوف الريسبونس بتاع الويب ابلكيشن هيقول لي ايه. تيست تيست مثلا قال لي انفاليد يوزر نيم، من الريسبونس بتاعه انا استنتجت ان اليوزر نيم اللي انا حاطه غلط. يبقى انا المفروض هقعد اجرب كتير لحد ما اليوزر نيم بتاعي يظبط، صح ولا لا؟ طيب جميل، خلينا نعمل الانترسبت هنا.
انت عادي هتفتح الاوبن براوزر بتاعك عادي خالص وهتشتغل منه. انا بس عشان شغال على فيرتشوال ماشين. انت تمام؟ تمام. هعمل لده انترسبت اون. بير. خليني اقعد اقول تيست مثلا. تيست. ماشي؟ ده الريكوست هناك اهو. طيب انا دلوقتي عايز كلمه اجرب. اجرب يعني ايه؟ يعني اقعد اجرب اعمل محاولات كتير. يبقى هبقى قلت لك هتبعتها لمين؟ هتبعت الريكوست ده لمين؟ للانترودر. نروح نفتح الانترودر. انت عايز تعمل ايه بقى؟ محتاج تقعد تعمل عمال تجرب تجرب تجرب، بس هتجرب مين؟ اليوزر نيم، صح؟ يبقى انت هتيجي عند تيست هنا وتعمل له اد. بس تتاكد الاول ان اللي عندك ان المود هنا سنايبر. يعني ايه سنايبر؟ يعني هيجرب بالحاجه لوحده. جميل. تيجي عند البيلودز بقى بعد كده، تتاكد ان انت اول بوزيشن اهو، هو كده كده مش هيبقى فيه غيره، وان البيلود تايب سمبل ليست. سمبل ليست يعني ايه؟ يعني انت هتدي له لسته يقعد يجرب بيها. جميل جميل. طيب هنا بقى المفروض ادي له الليسته، صح؟ خليني مثلا اعمل اد. هو هيبقى مديها لك هنا في اللاب، يعني الكانديديت يوزر نيمز. هنعمل ده اوف. هناخد دول كده. خدنا دول كده كنترول سي. تمام. هنروح على الانترودر بتاعنا. هو مشكلته مش هي. طيب جميل، مفيش مشكلة. ممكن نعمل ايه؟ نعمل فايل كده. بس نعمل ده كده بس الأول. ممكن مثلا اعمل فايل كده عادي، انت كليك يمين عادي والفايل بتاعك مفيش مشكله. هنسميه مثلا يوزرز، ماشي. احط فيه الباسوردز دي اللي انا خدتها. تمام. عملنا الفايل بتاعنا. هنروح نختاره. هنعمل لود. اليوزرز عندي اتعمل في ال راح فين؟ يوزرز يوزرز يوزرز. لا احنا هنرجع. ادي يوزرز اهو. هاوبن. طيب جميل. يبقى انا كده خلاص اليوزر نيمز والباسورد اهم بتوعي، او اليوزرز سوري اليوزر نيمز. عايز بقى استارت الاتاك. هتيجي هنا تقول له استارت الاتاك. هو هيقعد بقى يقعد يجرب بقى مع نفسه. طيب لو خدت بالك قبل ما الاتاك يتم، لو جيت على كلهم اللينس كده هتلاقي كلهم واحد كده، كلهم لينس واحد، ما عدا مين؟ ما عدا ريكوست كده. طيب لو جينا فتحناه اهو، ده بعد ما اتفتح، وحتى لو لاحظت هتلاقي الاستيتس كود بتاعته مختلفه عن الباقي. طب تعال ننزل كده. هو استخدم يوزر نيم؟ مفيش، يعني عمله بلانك. طيب نستنى يكمل عشان هبص عليه. برضو لو انا لاحظت حاجه تانية، ده كده بس واحد كمان يوزر نيم كمان، وراح مجرب اليوزر نيم ده. طيب ناخد اليوزر نيم. خلاص انا اتاكدت ان اللينس بتاعه مختلف، بس الاستيتس بتاعته كود، الاستيتس كود 200 يعني، تمام، غير اللي فوق كان 400. خلاص هنوقف الاتاك بتاعنا خلاص كده، او سيبه يكمل مفيش مشكله. انا بس انا عرفت ان اليوزر نيم كذا. هناخد اليوزر نيم ده، ماشي، ونحطه بالمره عشان ما ننساهوش. جميل. هحتاج ايه كمان؟ خلاص انا كده عرفت اليوزر نيم. محتاج اشوف الباسورد. هنعمل نفس الستيبس. هروح على الباسوردز اللي هي ليستة الباسوردات اللي بيديك تجرب بيها. همسك الباسوردات دي كلها.
هحطها في فايل او في دوت تي اكس تي، تمام. هنسميه باسوردز، لا سوري، باسوردز دوت تكست. انت عندك شغال عادي على الويندوز، فانت ممكن عادي تحطهم في تكست فايل عندك على الويندوز، عشان بس الشباب اللي متلخبط، تمام. كنترول اكس، خلاص عملنا كده، تمام، عملنا الفايل. عايزين نعمل ايه؟ المفروض هاجي على خانة البوزيشنز، صح؟ هعمل كلير، انا خلاص جربت. طيب هجرب مين؟ هجرب اعمل لي ده، صح؟ واعمل اد، تقول لي بديه، هروح عند البيلوتس، البيلوتس يبقى المفروض هعمل نفس الحاجه. ده هنا هيبقى اول بوزيشن، تاني حاجه هيبقى سيمبل ليست. طيب بعد كده هلود الباسوردز بتاعتي، ادي باسورد دوت تي اكس تي، هاوبن، عملت لها لود، ثانيه اتاكد بس انه عمل لها لود. هو ما عملهاش لود، ما علينا، خلينا نريموف طيب او كلير. بعد كده هنلود باسوردز بس، تمام، هو كده ظبط، تمام. وعايزين نبتدي الاتاك، نستارت اتاك، اوكي، خليه يقعد يجر. انا دلوقتي اهو ببص على اللينس بتاع الحاجه اللي مبعوت، تمام، عمال اقلب اهو، تمام. نقعد نستناه، تمام. معلش هو الموضوع بيطول شوية، هو بس ده كان لاب بسيط اصلا، فهو الموضوع في العادة بيقعد اكتر من كده بكتير يعني، بس تمام. هو الاتاك خلص، بس المشكلة ان احنا نسينا نحط حتة ان احنا نحط اليوزر نيم اللي احنا جبناه هنا، فسوري يعني على المستيك ده، تمام. خلاص احنا عملنا الاتاك بتاعنا، بس الفكرة ان احنا نحط اليوزر نيم، تمام. هستارت الاتاك تاني عشان نشوفه مع بعض. الاتاك كده خلص. طيب نبص مع بعض، لو انت خدت بالك، او خلينا مثلا نعمل نرتب كده الكولوم ده، لو انا اللي انت خدت بالك منه ان الاستاتيوس كود الوحيد اللي متغير هو بتاع ده، واللينس بتاعه غريب عن الباقي، يعني بص الباقي 3000 وشويه، وكل استاتيوس كود بتاعته 200. طيب حلو، خليني انزل تحت في الريكوست، هبص عليه الباسورد شادو، هاخد الباسورد ده واقول كنترول سي كده، واروح عندي عادي على الفايرفوكس او على البيج بتاعتي، هدوس كنترول في واجرب اعمل لوج. اللوجن عادي اهو، كونجراتوليشنز زي الفل. طيب ده كان اول لاب معانا، خلاص هو هنا عمل اللي عملناه. طيب تاني لاب هيكلمك عن حاجه اسمها تو فاكتور اوثنتيكيشن سمبل باي باس، او تاني لاب، هي اللابات انا هسيبها لكم في الديسكريبشن عشان اللي مش بيعرف يلاقيه، تمام. خلينا خلاص ده احنا كده عملناه مش محتاجينه، وده كده تمام، ده كده تاني لاب. هو يعني ايه تو فاكتور اوثنتيكيشن؟ انت لما بتيجي تعمل لوجن في العادي، بتعمل لوجن عادي باليوزر نيم والباسورد بتوعك، وبيجي لك كود، الكود ده بيتبعت لك ايا يكن الطريقه بتاعتك، بتاخد الكود وتحطه وتعمل لوجن، صح كده؟ صح. احنا هنعمل نعدي من حته اللي هي تو فاكتور اوثنتيكيشن، هنعرف يعني ايه. خلينا بس ناكسس اللاب، فتح معانا اهو، جميل، تمام. ادي البيج بتاعتك عادي خالص، بندور على حته لوجن، يبقى مثلا اخش على ماي اكونت، احنا بنجرب مع بعض اهو، هنستعمل يوزر نيم والباسورد اللي هو كان مديهم لنا، اللي هم دول، كنترول سي
واخش مثلا ببيتر واعمل لوجن، جميل، المفروض هيتبعت لي كود، صح. هروح ابص عليه في الايميل كلاينت. طيب لو خدت بالك منه هنا كده، عشان ابص على الكود، فين الكود؟ اهو بيقول لي يور سكيورتي كود از كذا، يبقى 0400. هاخده كنترول سي، وادي كنترول في، تمام. ده علشان اعمل لوجن. يبقى انا كده عملت لوجن بمين؟ باليوزر نيم اللي هو اسمه وينر، وعرفت اخش عادي خالص، صح. خلاص عرفنا يعني ايه تو فاكتور اوثنتيكيشن. طيب جميل، خلينا نعمل بقى لوج اوت ونخش على ماي اكونت تاني. او قبل ما اخش على ماي اكونت، خليني سوري ارجع اوريك حاجه كده. لو انت خدت بالك في اليو ار ال فوق، انت دخلت ايه؟ ادي اليو ار ال بتاعك، ودخلت على ماي اكونت، وكمان الاي دي بتاعك كذا، صح. يعني انت دخلت على ماي اكونت، جميل. طيب خلينا نعمل لوج اوت بقى. انا هعمل بقى لوجن بالديفولت او الكريدنشالز بتاعت الفيكتيم. مين الفيكتيم؟ اللي هو كارلوس. الباسورد بتاعه ايه؟ ماشي، هعمل لوجن. انا بقى محتاج اباي باس الحته دي، انا مش عايز اخش في حته ان انا اكتب كود او اقعد اجرب في الكود، صح. طيب انا ممكن اعمل ايه؟ انا خدت بالي من اليو ار ال اللي فات ان انا دخلت على ماي اكونت بعد ما دخلت. طب تعال نجرب اخش على ماي اكونت كده من غير ما اغير الكود، يعني في الاخر كده ماي داش اكونت، تمام، وهكمل يو ار ال عادي خالص، بس بدل ما الاي دي بتاعي هيبقى وينر، الاي دي بتاعي هيبقى ايه؟ كارلوس. تعال نبص برضو على الريسبونس. يبقى انا عرفت اخش ازاي. تاني نراجع مع بعض، عملت لوجن، كانت ايه اللي عايز اعمل لها؟ باي باس التو فاكتور اوثنتيكيشن. عملت ايه لما جاني حته ان انا ادخل الكود؟ حاولت اخش في اليو ار ال من فوق، واحاول اخش على دايركتري معين وابعت له الاي دي بتاعي، راح عمل لي لوجن عادي خالص، تمام. فهو جاب لك كونجراتيليشنز اهو كده، تاني لاب معانا، تمام. نقفل ده كده، مش محتاجينه خلاص، وده كده تمام. ده تالت لاب معانا، ماشي. نفهم بقى يعني ايه بروكن اكسس كنترول. الاول بروكن اكسس كنترول يعني انت بتحاول تعدي الكنترولز اللي محطوطه في الويب ابلكيشنز، تمام. طيب خلينا نبص على ترتيبها. هي كانت يعني ليها حاجتين، يعني في 2013 يعني كانت الانسكيور دايركت اوبجكت، كانت المركز الرابع، وهنا كانت رقم 7. هنا في 2017 ضموها في حاجه واحده بقت بروكن اكسس كنترول، قالت بقت كانت مركز 5. و2021 كانت اول فارنابيلتي، ده بيوريك الدينجرز بتاعت الفارنابيلتي دي. طيب نفهم الاول، انت دلوقتي نفترض ان انت بتحاول تسجل ادمن، صح. طيب ادمن بيبعت لك ايه؟ السيرفر بيبعت لك كوكي، والكوكي دي او بيبعت لك رقم سيشن، والسيشن دي بتتخزن عند السيرفر. طيب وبعد كده انت بيتخزن عندك الكوكي، بيتحط عندك كوكي كده. طب لما بتيجي بتكلمه بعد كده، بتبعت الكوكي دي معاك عشان يبص على السيشن اللي متسجل عنده، هل الكوكي دي زي السيشن؟ او هل السيشن دي المفروض تتفتح؟ تتفتح عادي، يبقى افتح لك ساعتها سيشن، تمام. فهنا بيوريك، بيتاكد من السيشن اللي انت بتبعتها، بيروح يتاكد في الداتا بيز اللي متسيفه عنده، ويشوف هل فعلا دي السيشن بتاعت اللي المفروض الادمن يخش بيها، غير كده ما تدخلوش. طيب هنا بيعرفك السيشن اي دي والكوكيز. عايز الكل عايزك تعرفه، السيشن اي دي دي بتبقى ناحيه السيرفر، طيب الكوكيز دي برضو شبه السيشن اي دي، بس بتبقى ناحيه ايه؟ ناحيه اليوزر، وبتتخزن عنده لوكالي على الجهاز عنده. طيب لما بقى اليوزر بيجي يبعت تاني للسيرفر، بيبعت الكوكيز دي، والكوكيز بتتقارن بالسيشن اللي متسجله عند السيرفر، تمام. خلينا نعرف انواع الاكسس كنترول. اول حاجه عندك فيرتيكال اكسس كنترول، يعني ايه؟ المفروض لو انت يوزر عادي
وفي ادمن. المفروض انت اليوزر العادي ده ما يبقاش ليه نفس صلاحيات الادمن، صح ولا لا؟ يعني في شكل هيراركي كده، يوزرز تحت وادمن فوق، وكل واحد البريفليجز بتاعته مختلفه عن التاني. جميل جميل. طيب بالنسبه للفيرتيكال او الهوريزونتال، او الهوريزونتال، الهوريزونتال اكسس كنترول، لو انتوا يوزرز عادي على فيسبوك مثلا احمد ورامي وعلا، المفروض كل واحد يعمل اللي المفروض يعمله ناحيته هو، ما يروحش ناحيه التاني. يعني ايه؟ يعني رامي ما يروحش عند منى ومثلا ينزل بوست والعكس، صح؟ يبقى المفروض الصلاحيات بتاعت كل واحد مختلفة عن التاني. ده في حتة الاكسس كنترول او الهوريزونتال اكسس كنترول. طيب وانا بيوريك حاجة اسمها كونتكست ديبندنت اكسس كنترول، بيوريك يعني ان انت مثلا يعني لو انت مثلا هنا بتدلت يوزر، اليوزر اول حاجة تعمل كونفرميشن ان انت هتديليت، وبعد كده يقول لك ديليت، ما اروحش ادلت بقى على طول، يعني لازم يبقى في حاجه في انتر اكشن كده. تمام. طيب نمسك اول حاجه بروكن اكسس كنترول فارنابيليتي. مين اسمع، انا قلت لك انا عامل اكسس كنترول عشان افصل صلاحيات كل واحد عن التاني. طب ان انت لما تيجي تكسر حاجه زي كده ايه اللي هيحصل ساعتها؟ واحد معين هيروح يمسك صلاحيات حد تاني، واحد هيمسك صلاحيات الادمن، هيعرف يخش ناحيه الادمن، والمفروض الكلام ده ما يحصلش عندي. طيب لو انت مثلا هنا بيقول لك ده الادمنستريتور وده الاتاكر، ده بيبعت مثلا للويب ابلكيشن وبيبعت له بيقول له انا ادمن. طيب الويب ابلكيشن هيقول له تمام انت ادمن. طب لو انا جيت بعت لك كاتاكر، المفروض لو انا جيت قلت لك انا ادمن المفروض ما كنتش دخلتني، بس لو الويب ابلكيشن مش متظبط ساعتها هيعمل لي لوجن عادي خالص، ويعني المفروض ده ما يحصلش في الطبيعه. طيب ده اسمه ايه؟ ان انت عملت كده حاجه اسمها فيرتيكال بريفليج اسكليشن. انت المفروض الاتاكر ليه بريفليج اقل من الادمنستريتور، او اليوزر ليه بريفليج اقل من الادمنستريتور. طب انت لما عملت بروكن لحاجه زي كده يبقى انت كسرت حته الفيرتيكال اكسس كنترول، صح؟ طيب هتقول لي بالاستنتاج الثانيه بالظبط زيها، انا لو دي يوزر عادي وبيلوجن عادي، لو انا جيت عملت لوجن بالاي دي بتاع اليوزر الفلاني ده ودخلتني، يبقى انا كده عملت حاجه اسمها هوريزونتال بريفليج اسكليشن. تاني هوريزونتال بريفليج اسكيليشن يعني ايه؟ يعني انا كنت يوزر في نفس صلاحيات اليوزر التاني، بس رحت على الصلاحيات بتاعته ورحت دخلت عنده، المفروض برضو ده ما كانش يحصل. طيب اخر حاجه اللي هي مالتي ستيب بروسيس، المفروض ان انت زي ما قلت لك ان انت يبقى في انتر اكشن ما بينك وما بينه. طب لو ما فيش انتر اكشن ساعتها هتروح تدلت على طول اليوزر ده ويقول لك هنا يوزر ديليتد سكسسفولي. تمام تمام. هنا بيوريك حاجه اسمه ده، بيوريك يعني زي كود كده في فارنابيلتيز معينه، ماله الكود ده يعني؟ تعالى نقرا مع بعض. هنا عامل فانكشن بتديليت الاوردر، بتاخد الاي دي وتمسح اوردر معين. طيب هنا بياخد اوبجكت من اوردر عادي خالص وبيوصل له بالاي دي، بيقول له لو الاي دي يعني كان بزيرو يعني انت ما لقيتش اليوزر ده او نو اوردر فاوند. طيب غير كده بيقول له اليوزر هتروح تجيب لي اليوزر اللي عند الاي دي الفلاني ده، جبت اليوزر. الحته بقى المشكله هنا، هو هنا عمل ديليت لليوزر على طول. طب ثانيه، مش المفروض ان انت كنت تعمل فيريفيكيشن يبقى هل الراجل ده ليه صلاحيه ان هو يمسح اليوزر ده؟ هتقول لي اه. طب هل هنا معموله في الكود؟ لا، يبقى كان لازم تعمل حته فيريفيكيشن تتاكد ان الراجل ده فعلا هو الشخص اللي مسموح انه يمسح. تمام، فهي دي كانت المشكله في الكود ده يعني. تمام تمام نكمل. بيقول لك ايه مشكله الاكسس كنترول؟ برضو نفس الفكر، انت دخلت عند حد تاني هتعمل ايه؟ بتكمبرمايز السي اي اي كونفيدشياليتي انتجريتي افيلابيليتي. هتعمل ايه؟ لو كونفيدشياليتي انت عرضت داتا المفروض ما كانتش بتاعتك. طيب لو انتجريتي انت برضو بوظت حته الانتجريتي، انت عملت ابديت في داتا المفروض ما كنتش عملت فيها، افيلابيليتي رحت مسحت داتا. وبرضو الفرنابيليتي دي بتستخدم في حته ريموت كود اكسكيوشن. تمام تمام. طيب ازاي امنع حاجه زي كده؟ المفروض يبقى عندك لسته، ولما الراجل يجي يعمل حته الاكسس كنترول تتاكد ان تعمله فيريفيكيشن الاول، صح؟ صح. طيب تاني حاجه البابليك ريسورسز، في بابليك ريسورسز كده انت اي حد ينفع ياكسسها. طب الحاجات اللي ما ينفعش اي حد ياكسسها هقول لك ديناي، هديناي الاكسس بتاعها باي ديفول من الاخر عشان ما اوجعش دماغي بحته المفروض تاكسس ولا ما تاكسسش. تمام. طيب ابلاي حته الليست بريفليج، قلتها لك اللاب اللي فات، ليست بريفليج ان انت دايما تشتغل في حته ان انت تبقى اقل بريفليج بحيث لو لا قدر الله حصل كومبرمايز ساعتها ما يبقى اقل اضرار. تمام تمام.
طيب بعد كده تستخدم حته الاتريبيوت او الفيتشر بيزد اكسس، بدل ما انت بتستعمل حاجه اسمها الرول بيزد اكسس. هنعرف يعني ايه كمان دقيقتين، يعني هنعرف ايه الرول ده. تمام. طيب اخر حاجه، الاكسس كنترول تشيكس شود اولويز بي بيرفورمد ناحيه السيرفر. يبقى لازم الكلام ده يبقى يحصل له تشيكنج ناحيه السيرفر. تمام، عشان انا دايما عارف اي حاجه هتجيلي من الكلاينت هي دينجرس، يبقى كان المفروض اعمل التشيكنج ده ناحيه السيرفر. اليوزر يعمل ما بداله، مش مشكلتي انا، انا كسيرفر لازم اتشيك على الكلام ده. جميل. طيب ده اللاب، خلينا نأكسسه مع بعض. تمام، ادي اللاب بتاعنا اهو، اللي هو يوزر، ثانيه اتاكد ان هو نفس اللاب. اه نفس اللاب. هنا اليوزر رول كنترول باي ريكوست بارامتر، هو ده اللاب. يعني بيقول لك ايه اللاب ده؟ بيقول لك في بانل، اللي هي البانل بتاعه الادمن، اللي هي بتحدد مين الادمنستريتور. المفروض تاكسس البانل دي، وبعد ما تاكسسها تمسح كارلوس ده. حلو. طيب نعمل ايه؟ خلينا نأكسس اللاب الاول. فتح معانا. تمام. طيب نروح على ماي اكونت عشان عايز حته لوجن، اشوف اللوجن فين. طيب هنستخدم الكريدنشلز اللي هو كان مديهاني. مين هم؟ قال لي وينر وبيتر. ماشي، هناخد اليوزر نيم رول في، هنا بيتر. تمام، يبقى هو ده بيلوجن عادي. وخدت بالي ان انا المفروض عايز اكسس من المكان ده ان انا اخش كادمن، صح؟ طيب حلو، خليني ارجع هبعت اشوف ماي اكونت، هدخل الكريدنشالز بتاعتي كنترول اللي هو وينر و بيتر. قبل ما هبعتها هشغل بس البيرب عشان ابعت الكلام ده للبيرب. يبقى هروح كده ناحيته هشغله كبروكسي. انت قلت لك انت عادي هتكون فاتحها من البراوزر وهيجي لك الريكوست عادي خالص، ما فيهاش مشكله. جميل جميل، خلينا نقول جوه جنب بعض. تمام، عملت انترسبت اون، هعمل لوجن، الحاجات بعتت اهي. تمام، خلينا نبص في الريكوست كده مع بعض قبل ما نبعت لاي حته. هنا بيقول له بوست، يعني انا عايز اعمل لوجن. طيب الفيرجن بتاعتي كذا، الهوست الفلاني اللي هو انا هزور مين، اللي هو الهوست بتاعي اللي انا بزوره. طيب الكوكي راح مديني رقم السيشن وبيقول لي ادمن فولس. لو خدت بالك انت انت بعت له بتقول له انا مش ادمن. طيب ما انا، طب لو انا عدلت الكلمه دي هل هيعديني؟ يبقى كان نجرب. طيب نجرب ان احنا نعدل في الريكوست، نعدل فيه، يبقى ببعت لمين؟ للانترودر. ممكن تعمل منه عادي، بس خلينا ايه نشتغل على الانترودر. ادي الانترودر اهو، خلينا نوسع كده شويه، او سوري انا بعتها للانترودر، المفروض تتبعت للريبيتر، انا اسف، للريبيتر. تمام، بعتناها للريبيتر عشان انا بقعد عايز اعدل في الريكوست اشوف الريسبونس هنا ايه اللي هيجيني. طيب خلينا كده نعدل في دي كده، نقول له لو هي بترو انا بقول لك ان انا ادمن، ردك هيبقى عليا ايه؟ قال لي فاوند، وقال لي كمان اللوكيشن بتاعك هيبقى ماي اكونت في كذا، يعني انت دخلت كادمن، انت بقيت ادمن. تمام جميل. طب خلينا نشوف حاجه زي كده، او خلينا نعدلها يعني، او نشوف ايه اللي عايزين نظبط بقى الحته دي. طيب خلينا بس نوقف البروكسي الاول. خلاص انت كده وقفنا دورك، مش عايزينك. هروح هنا. تمام، هنا كده هرجع وينر كان بيتر، هلوجن عادي خالص. هو ليه زعلان؟ ثانية، بيتر هندوس لوجن، ما علينا، ما اعرفش كان زعلان ليه. جميل، هو دخل عادي خالص. يبقى انا كان عايز اغير دور مين؟ الرول بتاع الراجل اللي هو اسمه وينر ده، صح؟ هتيجي تقول له كليك يمين انسبكت،
هتروح في ممكن في الاستورج، هتروح له عند الكوكيز هنا، تدوس على الكوكيز دي. هو هنا بقى بيقول له ايه؟ انا النيم بتاعي ادمن، الفاليو فولس، لا خلينا نعدل الفولس دي تبقى ترو، يبقى نخليها ترو وادوس انتر. ماشي، نعمل ريفريش كده للبيج بتاعتنا، راح مدخلني على الادمن بانل. لو خدت بالك انت دخلت كده على الادمن، ليه بقى؟ انت غيرت الرول بتاعك، قلت له انا ادمن والراجل سمح لك ان انت تعدلها، فراح انت بقيت كادمن. طب تعال نخش على الادمن بانل كده، نمسح كارلوس زي ما هو عايز، ديليت كارلوس، واللاب كده سكسسفولي سولفد. جميل، خلاص كده خلصنا اللاب ده، مش محتاجينه، هيبقى قاعد لنا لاب كده، اخر لاب. ثانية، هيبقى هو اللاب ده، تمام، اللاب ده واللاب ده وخلاص كده. خلينا نقولهم بقى مع بعض، ناكسس اللاب، او خلينا قبل ما ناكسس اللاب، اللاب ده عبارة عن ايه؟ برضو نفس فكرة اللي فات، بس عبارة عن ايه اللي بيديك هنت هنا؟ بيقول لك اتس اونلي اكسسبل تو لوجد ان برول اي دي. اللي فات كان الرول كان ان انا عدلت الرول بتاع الراجل، لا انا هنا هعدل الاي دي، وبيقول لي ان الادمن الاي دي بتاعه 2. حلو، طيب جميل، خلينا اكسس اللاب. اللاب فتح معانا اهو، جميل. طيب تعالى نروح على ماي اكونت، خليني اعمل انترسبت هنا اون للبيربي سويت عشان هنحتاج اليوزر نيم اللي هو بيديهم لمين، هو نفس اللي ماشي، وينر، باسورد، بيتر. ماشي، انا خلاص عملت وبقول له لوجن. طيب نقعد بقى نبص كده مع بعض بقى على الريكوست. هنا بيقول له بوست عادي، هنا ده الهوست. طيب السيشن لا ما بقاش زي موجود زي المره اللي فاتت، هنا المره اللي فاتت قال له ادمن بترو فعداه عادي، وده اليوزر ايجنت. طب نقعد نبص، هنبص كده لتحت، لانجوج الانكودنج مثلا، الكونتنت تايب ما استفدتش حاجه، اللينس برده مش هيفيدني قوي. طيب 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 قعدت ابص ما لقيتش. طيب خلينا نبعد ده بس للريبيتر، للريبيتر تمام. ممكن ايه نحاول نغير اي حاجه، يعني مثلا هعمل نفس الحركه مثلا، مثلا اللي عملناها المره اللي فاتت، قلت له ان ادمن ايكوال ترو. طيب تعال نجرب نبعد ده كده، عداني فعلا، عداني، قال لي انت في ماي اكونت، وكمان انت اسمه ده الدايركتوري بتاعك ماي اكونت، تمام ماشي. بس دي طريقه، طيب خلينا نلغي الطريقه دي، نشوف طريقه ثانيه. انا كده عرفت اخش كأدمن، جميل. طيب تعالى كده نجرب هنا، نقفل بس ده كده، البروكسي اوف، تمام. طيب هنا بيقول لي لو انت محتاج تغير الايميل، تابديت الايميل، تعال مثلا نقول له ار 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 مثلا كده جيميل، وابديت الايميل، خلينا نرجع ده اون كده تاني، وابديت الايميل. ماشي، اتبعت ريكوست هنا، جميل. ايه اللي لاحظته؟ ان بقى في بادي تحت. ايه البادي؟ يعني بيقول لك ايه؟ تقول لي ثانيه، تعال نبعته للريبيتر كده ونشوف الريسبونس بقى والكلام ده براحتنا. طيب تعال نبعت ده كده ونشوف الرد بتاع الراجل ده. قال لي تمام انا عدلت لك فاوند، واللوكيشن بتاعك ماي اكونت، والداتا بتاعتك اهي. ايه الداتا؟ قال له اليوزر نيم كذا، والايميل كذا، والاي بي اي كي كذا، والرول اي دي اللي يهمني بقى الرول اي دي ب 1. طيب ده الرول بتاعك، طب ما انا عايز اقول له انا الرول اي دي بتاعي 2 عشان يعديني كادمن، صح؟ صح. طب تعالى ناخد ده كده كوبي، ده الريسبونس، انا ما بلعبش في الريسبونس، ها انا بلعب في الريكوست بتاعي. طب تعالى نعمل كده، اقول له كوما كنترول في مثلا، واقول له ايه؟ انا الرول اي دي بتاعي ب2 وسند. قال لي تمام، قال لك انت فاوند
الرول اي دي لو تفتكر قلت لك ده، انت بتقول له انا ادمن، الرول بتاعي انا ادمن، جميل. قال لك اللوكيشن بتاعك ماي اكاونت، والرول بتاعك اي دي 2، يعني انت ادمن فعلا. تمام. يبقى انا كبقيت ايه؟ بقيت ادمن. عايزين بقى نعمل اللاب. تعال بس نوقف بس البروكسي. تمام. لما عملت ريفرش دخل لي مين؟ قال لي انت بقيت ادمن، صح؟ انا عدلت في الرول بتاعي. تعال نخش بقى ادمن بانل، هنديني الكارلوس زي ما هو عايز، واللاب سولفت كده. تمام. يبقى كده عملنا اللاب بطريقتين، عملنا اللاب بالطريقه اللي فاتت اللي هو قلت انا ادمن، راح الراجل رد عليه قال لي تمام مفيش مشكله. الطريقه الثانيه ان انا عدلت الرول بتاعي، الرول بتاعي كان 1، عدلته في الريكوست بتاعي قلت له انا 2 وبعته له، راح قال لي تمام. دي كانت فارنابيليتي موجوده عنده ان هو بيسمح لي ان انا بعدل في الرول اي دي. تمام. كده اللاب ده مش محتاجينه خلاص. اخر لاب قال لك اليوزر اي دي كنترولد باي ريكويست بارامتر. طيب ليه الريكويست؟ تعال بس ناكسس اللاب الاول قبل ما يفتح. هو فتح معانا. تمام. ماي اكونت. تمام. استعمل وينر وي بيتر وي هنلوجن عادي خالص. دون سيف. لو لاحظت بقى هيديك هنا حاجه اسمها الاي بي اي كي. الاي بي اي كي المفروض ده خاص بيك انت، صح؟ المفروض ده ما يبقاش مع حد تاني، ومحدش مثلا يبقى يقدر يخش بالاي بي اي كي ده. جميل. طب تعال نشغل كده البروكسي وهقول له تعال نلوج اوت. او قبل ما نشغل البروكسي نلوج اوت، مثل لوج اوت قلت له ماي اكونت، هقول له هنا وينر عادي بيتر، شغل بقى البروكسي عشان ينترسبت الريكوست ده. لوجن. تمام. تعالى نبعت ده للريبيتر كده ونقعد نعدل في الريكوست بتاعنا هناك ونشوف الريكوست والريسبونس. تمام. هنا لو انا لاحظت عامل لوجن عادي وعامل ده الهوست ودي الكوكي بتاعتي، ولو قلبت تحت شويه 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 مش لاقي حاجه مفيده، مش لاقي، لا مش لاقي، مش لاقي، مش لاقي. فبس اللي بعت لي هنا يوزر نيم وباسورد وعادي، انا ما استفدتش حاجه، صح؟ طيب خلاص تعالى نلوج، نوقف ده كده، انا ما استفدتش حاجه من ده، ونسيب الراجل يلوجن كده عادي. تمام. طب تعالى كده نشغل كده الانترسبت عادي خالص، وهقول له عايز اخش على ايه؟ على ماي اكونت كده. جميل. وتعالى نقل نبعت ده للريبيتر ونقعد نشوف الريسبونس والريكوست هناك براحتنا. طيب لو انا لاحظت بيقول له جيت ماي اكونت الاي دي بتاعي كذا، صح؟ طب انت عايز تعمل ايه في اللاب ده اصلا؟ انت عاوز تخش تعمل تبروك حته الهوريزونتال اكسس كنترول، يعني انت كنت يوزر عايز تبقى يوزر تاني، فانت بعت له بتقول له انا الاي دي بتاعي وينر. طيب تعال نبص على الريسبونس، تعال نسند ده كده. قال لي تمام دي 200 اوكي، وراح مديك ال HTML بيج دي عادي خالص. تمام مفيش مشكله. طب لو انا هل عدلت وينر ده، هل الراجل هيدخلني؟ يعني هل المفروض يعديني كده؟ هنشوف. ودي سيشن اي دي بتاعتي. ها طب تعال نعدل الاي دي ده كده، نخليه كارلوس وسند كده. قال لي 200، يعني انت دخلني فعلا على كارلوس. تمام. طب تعال نقلب كده، تعال نقلب 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 كده شويه تحت. قال لك الاي بي اي كي، الاي بي اي كي ده بتاعك. طب لو انت خدت بالك هل الاي بي اي كي ده هو ده؟ لا ده اي بي اي كي تاني، صح؟ فالراجل راح مدخلني مجرد ما انا قلت له انا كارلوس.
تمام، يبقى المفروض ده ما كانش يحصل. ودي هنا بيقول لك هو ده اليوزر نيم بتاعه كارلوس، وده الاي بي اي كي بتاعه. طيب هناخد الاي بي اي كي ده بقى، كنترول سي، خلاص نوقف البروكسي مش محتاجينه في حاجة. ماشي، هسبميت السوليوشن بتاعي اللي انا لقيته، كنترول في وادوس اوكي. كونجراتوليشنز اللاب. تمام، ده كان اخر لاب في اللاب بتاعنا، ده كان اخر لاب. لو حد عنده اي سؤال يا شباب ما يتكسفش يعني في اي وقت، وبعتذر عن الاطاله يعني، وشكرا.